من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا في قناتكم التعليمية مدرستي في بيتي، نرحب بكم وهذا الفيديو الجديد حول درس اللغة الفرنسية. اليوم موضوعنا هو la compréhension d'un texte أو فهم النص. في فيديو سابق كنا قد قدمنا لكم طريقة قراءة النص. النص هو كالتالي: Le prophète et la société. Un garçon prodige qui a pu gravir les échelons d'une communauté forte et solidaire par ses principes et sa loyauté. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, créa une société musulmane du néant. Il l'a édifiée par sa patience, sa loyauté et toutes ses vertus si admirables. مدرستي في بيتي. نذكركم متابعينا أن هذا النص كنا قد قدمناه في فيديو سابق. سنقدم لكم الآن أسئلة لفهم النص. Question de compréhension du texte. أسئلة لفهم النص. تابعوا معنا. السؤال الأول: Quel est le titre du texte? ما هو عنوان النص؟ Quel est نقصد بها ما هو؟ Qui est l'auteur du texte? من هو كاتب النص؟ في الفرنسية لما نستعمل qui نقصد بها من. Qui est l'auteur du texte? من هو كاتب النص؟ السؤال الثالث: De qui parle le texte؟ عن من يتحدث النص؟ في الفرنسية de qui نقصد بها عن من، de quoi نقصد بها عن ماذا. De qui parle le texte نقصد به عن من يتحدث النص. السؤال الرابع: Souligne la bonne réponse. ضع سطرا على الإجابة الصحيحة. Le prophète Mohammed a construit une société faible, musulmane, divisée. On vous a demandé de souligner la bonne réponse. نحن طلبنا أن تسطروا على الإجابة الصحيحة. وطبعا الإجابة ستستمدونها من النص. Le prophète Mohammed était patient, coléreux, hypocrite. Le prophète Mohammed était patient, coléreux, hypocrite. الإجابة تكون من النص. السؤال الخامس: Relève du texte, استخرج من النص le synonyme des mots société و enfant. استخرج من النص مفردات الكلمات société enfant. Le synonyme نقصد بها مفرد أو كلمة أو كلمة عندها نفس المعنى. إذن استخرج من النص كلمة عندها نفس المعنى كسوسيتي، وكلمة أخرى عندها نفس المعنى كأنفان. l'antonyme ou bien le contraire du mot faible. استخرج من النص l'antonyme, le contraire du mot faible. L'antonyme, ou le contraire, نقصد بها
الكلمة المضادة يعني ضد كلمة فابل عكس سينونيم. لونتونيم هو عكس سينونيم. Un mot de la même famille que admirer. سنحاول أن نضع تحت تصرفكم فيديو حول لي مو دو لا ميم فامي. نصائح الآن لفهم النص وكي تستطيع الإجابة على الأسئلة. ليزي لو تكست او موا تخوا فوا. لما تكون بصدد الإجابة على أسئلة حول النص، ننصحكم بقراءة النص على الأقل 3 مرات. Lisez le texte au moins 3 fois. Ne regardez pas les questions pendant la lecture. لا تنظروا إلى الأسئلة أثناء القراءة لأن هذا سيبعد عنكم التركيز. Laissez la question difficile en dernier. اتركوا السؤال الصعب في الأخير. الآن سنقدم لكم الإجابة أو les réponses على الأسئلة الماضية. وأجوبة الأسئلة السابقة. السؤال الأول كان كيل لو تيتر دو تكست أو ما هو عنوان النص. لو تيتر دو سو تكست إي لو بروفيت إي لا سوسيتي. لاحظوا جيدا صيغة السؤال وصيغة الجواب. في صيغة السؤال قلنا كيل لو تيتر دو تكست، استعملنا صيغة كيل نقصد بها ما هو. وفي صيغة الجواب قلنا le titre de ce texte est le prophète et la société. في صيغة السؤال le titre de ce texte est، عفوا في صيغة الجواب le titre de ce texte est، حذفنا صيغة السؤال quel est. Quel est le titre du texte في السؤال. في الجواب le titre de ce texte est. لاحظوا وضعية الverb في السؤال ووضعية الverb في الجواب. نعدكم أننا سنخصص فيديو للأسئلة لصيغ الأسئلة والأجوبة في اللغة الفرنسية. السؤال الثاني كي لوتور دو تكست، من هو كاتب النص. كي نقصد بها من. لوتور دو سو تكست اي، حذفنا كي قلنا لوتور دو سو تكست اي. في السؤال لو فيرب جاء بعد كي، في الجواب لو فيرب وضعناه في الاخير ابخي لو سوجي. إذن l'auteur de ce texte est مدرستي في بيتي. De qui parle le texte؟ Le texte parle du prophète محمد paix et salut sur lui. السؤال الرابع souligne la bonne réponse، ضع سطرا على الإجابة الصحيحة. نؤكد أنه من الضروري العودة لقراءة النص في كل سؤال. كلما نجد سؤالا حول النص نعيد قراءة النص. Le prophète Mohammed a construit une société faible, musulmane, divisée. نعيد قراءة النص. Le prophète Mohammed a construit une société faible, musulmane, divisée.
في النص نقرأ: Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, créa une société musulmane. نسطر على الجواب الصحيح وهو مسلمان. نواصل مع السؤال الرابع والشطر الثاني من السؤال الرابع. Souligne la bonne réponse. Le prophète Mohammed était patient أو coléreux أو hypocrite. نعيد قراءة النص ونبحث عن الصفة التي كان يتحلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم. هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان passion يعني صبورا، coléreux يعني كثير الغضب، hypocrite مغاضب، عفوا منافق؟ نبحث عن صفة الرسول صلى الله عليه وسلم. نقرأ في آخر le deuxième paragraphe. Il a édifié par sa patience. Sa patience, sabrihi, yani أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان صبورا. إذن le prophète Mohammed était patient. نسطر على الجواب الصحيح وهو patient. السؤال الخامس relève du texte, relève, نقصد بها استخرج. استخرج من النص le synonyme أو مرادف, le synonyme des mots أو مرادف الكلمات. Société, نعود لقراءة النص ونجد أن مرادف كلمة société التي وردت في النص هي communauté. مرادف enfant هو garçon. L'antonyme أو le contraire du mot. L'antonyme نقصد به مضاد كلمة ضد. L'antonyme du mot faible التي وردت في النص هي forte. نعم. Un mot de la même famille que admirer. Voilà. Admirable. Répondez à cette question en commentaire. أجب في تعليق أسفل الفيديو على السؤال التالي. Quel est l'infinitif du verbe pu? Quel est l'infinitif du verbe pu? هل هو pouvait أم pouvoir أم pouvrir؟ ننتظر إجابتكم على هذا السؤال في تعليق أسفل الفيديو. نشكركم على متابعتكم لنا ونترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.